السلام عليكم، اهلا بكل المتابعين. النهارده ان شاء الله ده الفيديو هنعمل هنا طبعا غرفه الاطفال او غرفه النوم هنا عند والدتي. شايفين سايبه كل حاجه مكانها. هنبتدي توضيب اهو. السراير زي ما انتم شايفين لسه عليها كل حاجه، والارضيه والفرشه وكل حاجه زي ما هي. هبتدي تنفيض وتوضيب فيها وهنزعف وهنعمل كل حاجه مع بعض ان شاء الله. دي هنا عند والدتي هنبدا ننضفها واوريها لكم في الاخر. ده شكل الاوضه قبل التوضيب. ورفعت هنا كده تحت السراير، رفعت المراتب وبمسح هنا تحت السراير. هنا اهو همسح تحت السرير ده والسرير التاني كمان هعمل نفس الحكايه بعد ما سيبت الفرش. خلاص كده انا خلصت هنا غرفه النوم او الاطفال عند والدتي. على فكره دي كانت غرفتنا بنام فيها قبل ما اتجوز. هنا اهو مسحت خلاص وفرشنا فرش السجاد. هنا برضو ايه لمعت الدولاب ده وفرشنا هنا السراير طبعا عشان الشتاء دخل، فطلعنا المفارش القطيفة الشتوي وفرشتها اهو على السريرين. وهنا بين السريرين الأوضة هنا ما شاء الله يعني واسعة برضو كبيرة. في كنبة كمان هنا برضو غيرنا الفرشة بتاعتها. وهنا شباك وده بنحط فيه الدولاب، بنحط فيه التلفزيون هنا. يا سلام، الأوضة دي بتفكرني بذكريات أيام قبل ما كنت أتجوز. كنت أنا وأختي طبعا بننام في الأوضة هنا وأيام مذاكرتنا، والواحد لسه بقى ما شالش مسؤولية ولا هم ولا يلا بقى ما تفكروناش بالأيام الذي مضت. خلينا في موضوعنا ده، دي عايز فيديو تاني لوحده. تروقي كده على السريع. بشجع بس كل بنوته بتروح عند مامتها ولا حاجه تعمل لها، هتاخد منها دعاوي يعني دعوه الام مفيش بعد كده، سواء امها سواء حماتها. وربنا يسعدكم يا رب ويجعلكم من البارين بامهاتهم. تفيض حنينا دروب الحياه. اشوفكم بقى في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شعاع الامل وفي رحله العمر الف اعتبار يدلك قبل بلوغ الاجل. يطول الطريق ويمضي الصديق ولا شيء يبقى كحسن العمل.